الفتنة في هذه الأيام تنتشر في ثواني، الكفر ينتشر في ثواني، الكذبة تنتشر في ثواني دون أن تشعر. ومن اللي ينشرها في الغالب؟ نحن. يعني ليس لا أحد يقول هذا من اليهود، هذا من النصارى، هذا من أعداء الإسلام، في الغالب نحن اللي ننشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني بعض الناس ينشر لك مقطع فيه جواز أكل الربا تنشر؟ ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. نحذر. الآن أنا لو أسأل الكل هنا عندنا في المسجد، الكل إجابة واحدة على أي سؤال، هل تتثبت في نقل الأشياء؟ نعم أو لا؟ نعم 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 نعم. القل يقول لابد نتثبت في نقل الأشياء، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. إذن هذا السؤال الإجابة معروفة، لكن العمل لا، والله لا يتثبت. يرسل كل شيء يأتي، يقرأ كل شيء يأتي، يقرأ الكفر، يقرأ الضلال، يقرأ كذا، يقرأ كذا.